دكتور يا بودة. في مكالمه الدكتوره بسنت فهمي عضو مجلس النواب معانا على التليفون، عايزه اتفضلي. الظاهر اعجبت بكلامك يا شيخ مظهر وتفاعلت بسرعه. دكتوره بسنت اهلا ومرحبا بك. اهلا بك يا فندم، كل سنه وانتم فرحانين بوجودك معانا في برنامج الصديقان. يا رب يخليك. بس يا فندم شيخ مظهر بيرحب بيكي ونسمع رؤيتك يعني على الكلام الحلو اللي قاله. اهلا دكتوره بسنت، تحياتي لحضرتك، اهلا وسهلا. اتفضلي يا دكتوره. حضرتك انا مندهشه للكلام اللي بيتقال في مصر ده. انا اتربيت من واحنا صغيرين، احنا اولا الحمد لله من الاشراف. ايوه. لكننا اتربينا، والدتي وخالاتي وعماتي وجدودي وابويا وعمامنا كلنا متربيين من واحنا صغيرين في مدارس راهبات ورهبان، وكان لنا اصدقاء، مش اصدقاء اكتر من الاخوات، مسيحيين ويهود. نعم. وبكرر ويهود. عمرنا ما شفنا الكلام العجيب اللي احنا بنشوفه اليومين دول، اللي ناس تحرم معايدة وناس تحرم اكله. ايه الكلام الفارغ ده؟ احنا كلنا عايشين مع بعض من زمان، وحنظل عايشين مع بعض ان شاء الله يوم القيامة ان شاء الله، كل سنة وكلنا طيبين. مصر دي بتاعتنا كلنا، مش بتاعت حد لوحده. والموضوع ده لازم ينتهي، لانه اصبح الحقيقة سخيف. صحيح. ان الواحد لما بيسمعه حتى بيبقى مندهش. انا اليومين اللي فاتوا دول رحت للكاثوليك، وحنروح للانجليه، وان شاء الله في راس السنه هنسافر ونروح العاصمه الجديده ونصلي معاهم. دول اخواتنا. فالكلام اللي بيتقال ده الحقيقه بقى اصبح سخيف، وما اعتقدش ان حد بقى بيسمعه. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم دامت محبتك يا دكتوره بسنت، ودامت افكارك النيره والتنويريه الجميله دي، عشان خاطر مصرنا فعلا تستعيد دورها الريادي، وتبقى كلنا فعلا يد واحده وفكر واحد، ما نحرمش ما حلله الله ولا نحلل ما حرمه الله. ربنا يخليك يا دكتوره بسنت ويخلينا فكرك.